نعم. لو ترفع صوتك شوي. بينته لمن؟ المجلس ان فلان مثلا يشرب الخمر او يعني يفعل اثم معين، هذا يعتبر من التعيير الذي قد يصاب به؟ لا، يقول اذا كان انسان يجاهر بالمعصيه هل يجوز ان اذكر ذلك بين الناس هكذا؟ اي نعم. هو الغيبه ذكر اهل العلم انها تجوز في سته احوال، وان كانت غيبه الا انه لا ياثم الانسان اذا فعلها. من هذه السته المجاهر بالفسق، اذا كان الانسان يجاهر بالمعصيه يشرب الخمر امام الناس، يخرج سكران مثلا، فهذا لا بأس بغيبته، هذا غيبته حلال لأنه مجاهر في هذه المعصية. ومن الأمور التي قالوها أنه إذا كان لا يحزنه ذلك، إذا كان لا يعرف إلا بذلك، كان تقول جاء فلان ما عرفه، وكذا تقول القصير مثلا، وأنت لا تقصد يعني التعيير وإنما تقصد التعريف به، أو في شيء في مصلحة في الدين، من سألوك عن شخص يريد أن يتزوج ابنتهم وأن تعرف عنه أشياء تخبرهم بذلك، تقول لا ما يصلح لها لأنه كذا وكذا وكذا، هذه غيبة لكنها مباحة، بل قد تكون واجبة. لكن أنت انتبه أنك تقول لهم، لا تقولوا إلا أن أنا قايل لكم، حتى بعضهم سفهاء يعني ممكن يروحون يقولون فلان قال عنك كيت وكيت وكيت، فأنت تحذرهم لا تقولون كذا. كذلك أن إذا كان هذا الإنسان في فتوى مثلا تذهب إلى المفتي والمفتي يعرفه، كان يكون والدك أو عمك أو كذا ويعرفكم، فتستفتيه بناء على هذا لا بأس. كذلك القاضي تشتكيه عند القاضي كذا، أو تذهب إلى من يستطيع أن يزيل هذا المنكر، فتقول فلان فعله وكذا وكذا وكذا، كان يكون أخاه الأكبر أو مسؤوله في العمل أو كذا، حتى فقط يزال هذا المنكر، وليس المقصود هو الشماتة ولا أنك تفضحه ولا كذا، على نيتك يعني. هذه الأمور منها يعني يباح تباح الغيبة.